القديم تاع مول الثانية تعبت له بالماء ولا خلا ثم تربي بالماء كل تنهار لا ما طبلها الماء ها نفزر النفس ها النفس طبلوا لها الماء ها هذا فريجيدار هذا هو هذا فريجيدار كامل فوق من الماء في الدار فوق من الماء بقلب محروق بدموع وبوجع تحكينا المرا هذي الفجعة اللي عاشتها نهار الفيضانات اللي لازتها تخلي دارها وتهرب هي وليداتها وترجع بعد ما تهدى الأوضاع وتتصدم بعد ما لقات رزقها الكل مشى وما خليلها الماء حتى شيء حتى أدوات صغارها كتبتهم وحتى من الحاسوب والطابلات وكل ما يلزمهم في قرايتهم هزهم الماء ومشاو وقاعدة تستنى في القلوب الرحيمة تحس بيها وتعاونها وما قعد لنا شيء ما قعد لنا شيء كان وجه رب ما قعد لنا شيء عاملة مشروع متاع الفلالس هوني الماكينة ملوحة متاع التفقيس متاع الفلالس أختي هزالي الماء هي والفلالس والكل علف متاع بقر مشالي أربع بقرات مشولي ما قعد لي شيء ما قعد لي شيء هاك تشوفوا في الحالة الكل ما قعد لي حتى شيء لا فراشنا لا غطانا لا أصبحنا من أول نهار ما عندنا شيء كان وجه ربي بيتنا عند الجيران ما عندنا حتى شيء كان وجه الله كل شيء مشى كل شيء طاح في الماء تسمع بها ربط كان بوليداتي ربط كان بوليداتي يا كهو نحمد في ربي على أولادي يا كهو بالنسبة اللي عندي 20 سنة نكون فيه مشالي في لحظة في لحظة مشى 20 سنة نكون فيه في لحظة مشى في ساعة ما لقيت حتى شيء في الدار هربت رجعت للدار ما لقيت فيها حتى شيء هربت بولادي خليت بقري خليت دجاج مشروع عاملات وما رجعت ما لقيت حتى شيء ريت هربت لدار الجيران رجعت من دار الجيران وقت اللي خزرت لانها تحت في الوطا ما لقيت حتى شيء ما نخزر له هك لقيت بقر لقيت دجاج لقيت علف لقيت حتى شيء 20 سنة وانا نكون بالكمبيالات بالقروضات بجهدي نخدم 20 سنة ما لقيت حتى شيء كل طاح لي في الماء هكا هو اش مش نقول لك اختي منعت بوليداتي وليداتي ومولا بيتي هكا اللي منعت اما بالنسبه حاجه اخرى ما قعد لي حتى شيء حتى شيء ما قعد لي شو تعمل تو انت في الكمبيالات معني يعني نحاول كاش يعملوهم لي بشوي بشوي يجدوا لهم لي الاخر ندفع كل مره شوي ما نجمش ندفعهم مع بعض نحاول منين باش تعيش انت منين باش نعيش ما هاني كان حنت علي اولاد الحلال وخدمتني حنت علي اولاد الحلال وخدمتني نعيش وليداتي لكن من بالنسبه لحاجه اخرى راني من اول نهار صبحت تحت الصفر وكل شيء على عينيك كل شيء بالشهاد كل شيء على عينيكم شوفوه كان تلقوا حاجه اللي وهاي شهاد هاي جيراني كل تشهد علي حتى شيء اختي ما بقال زوز وديان واد تصيب عليا من قدام واد من تالي زوز وديان هابطين من الجبل نتاع قربص من الجبل نتاع قربص راني بعجوبه هربت بولادي بعجوبه باش هربت بولادي ونحمد ربي لها هربت اكل الوليد والبنيه منعت به رجعت للدار هربت بحدانا ثانيه هربت لها رجعت للدار ما لقيت فيها حتى شيء خليت داري عامره كل شيء الدبشي بسعي بكل شيء رجعت للدار لقيتها ما ثم شيء نلقى كان الماء كان الماء والدار معبيه بالميلوسي كان الماء انا عندي اليوم 3 ايام وانا كل مهبوله في الدار ماني عارفه شيء عندي 3 ايام اللي رجعت لها ماني عارفه اش نعمل طب منا نطلع منا ماني عارفه اش نعمل ربي خويا
احكي لي انت كيفاش اقل من نجم نقولوا عليها فاجعه مصيبه صارت بعد الفيضانات، كيفاش عشتوها؟ مصيبه اختي ما تصورش كيفاش، ما تصورهاش الاقل. ونشكركم انتم اللي طليتوا علينا وجيتونا، انتم اول ناس معناها جاء سيد المعتمد وجول مسؤوليا وزدتوا انتم اول قناه معناها جينا لهنا وتصور الشيء هذايا معناها اللي صار كل بلاصه هذه معناها منسيه جمله، منسيه اصلا منسيه، عمرها ما جبدت حتى في شيء. واعد من غادي الكياس معناها ما عندناش النهار حتى ولو تجي مطر تصب حتى 20 ملم ما عندناش نقوى حتى الخبز. ثلاثة واربع ايام باش تعدى لنا معناها بالوقت اللي يتفشى الواد باش معناها تعدى لنا الخبز ويتعدوا اولادنا. عندي الوليد هذاك تو من نهار اللي صبت المطر مش شاشق. الكتب نتاعو مشت. البنيه كيف البنيه اليوم رجعت تقرا، جا سيد الوزير معناها عطاها كرتاب. والله اول نهار مشت تقرا اليوم باش عطاها كرتاب ورجعت تقرا. انا اربع بقيرات نجري معناها مكونهم من لندا، هاك وريتك التواصل وريتك معناها كل شيء، جابوا عامل لهم مزق فوان وين حتى الوي هزهم كلهم وهم خمسه نجات هزهم معناها اللي كونته كله مشي. صبحت اليوم قاعد معناها عاجز حتى على ماكله ولادي عاجزنا اليوم والله عاجز. هذا مسكنني الراجل عنده، انا حتى الدار ما عنديش، حتى دار ما عنديش، مسكنني الراجل هذا عندي. مسا عملت نجري معناها نخدم ونكون بالشوي والحمد لله، وهذه حاجه تربي انسان. نطلب معناها من الناس اللي اهل الخير والمسؤولين وكل يتلفتون حتى بعين الرحمه، يتلفتون بعين الرحمه يعاونونا شوي، خلي يزيدوا الاخر نعاونوا روحنا شوي ويهزونا شوي. سامحني وضعيتكم تو معناها كانت صعيبه وما زالت صعيبه، خاصه انه فما امكانيه انها تصب شتاء في الفتره الجايه، كيفاش باش تعملوا؟ تنجم تعاود تصير لكم نفس الحكايه وتخلي لكم نفس الحكايه؟ نفس الحكايه لكن ما يعملوناش معناها قناطر وما يعملوناش يحمونا، ما نجموش. نفس الفازه متصير لنا ترجع لنا نفس الشيء. هما يلزم يحمونا المسؤولين، يعملون كياس ويعملون قناطر منين يتعدى الماء، يولي الماء ما عادش يجيب علينا من هنا، يولي يتعدى يبعد، ينظفوا الوديان وينظفوا الواحد، نولوا نمنعوا شوي فهمني. وما عندي وين نمشي، انا واحد من الناس ما عنديش وين نمشي، هذه الدويره اللي عاطيها لي الراجل اللي نعيش فيها ونقرف وليداتي هنا، ما عندي وين نمشي اكثر منك. ان شاء الله تلفتونا بعين الرحمه، ونشكركم انتم ونشكر المسؤولين الكل ونشكر العباد اللي مش يعاون يرحم والدي. اهل الخير التوانسه راه فينا الخير، نتلفتوا لبعضنا وان شاء الله يرحم والديكم ووالدي. إشقاع مرها وتضحيتها كيما عبرت هذي مشاو في رمشة عين، وبقات لها صدمة كبيرة ما نجمتش تتقبلها، وما هيش مستوعبة كيفاش باش تبدا حياتها من الصفر، خاصة بعد ما تسبت الفيضانات في أضرار كبيرة لمسكنها. أنتي بنتونس حق عليك على تونس حقنا، احنا ويجب علينا باش نقفوا معاك، مش بمزية ماهوش مزية علينا، ماهوش مزية علينا، ويجب علينا. أنتي بنتونس راك راك حرة، والمرأة التونسية راهي حرة، راهي بقدرها، راهي المرأة التونسية. هكا ولدي. هيا لطف عليك، لطف على أختي. صلي على النبي. إن شاء الله اسمع. هذه ابتلاء من عند ربي، ما أنا عنديش مزيان. اسمعني أختي الغالية، هذه ابتلاء من عند ربي، هذه امتحان من عند ربي. باش يشوف صبر. وهكا ربي حب يحبنا التونس، لا حب نفيقوا على بعضنا شوية، ما نسيلش. يا يعني اختك اليوم عندي وغدوه عندك وكل نهار عند حد هكا ولي انا عندي من العوض ما يوجعني شيء. ميسيلش ربي يعوضك. فريال قاعده تشوف في دموع حرقه، دموع وجيعه، الم، صدمه كبيره. تقوم تلقى الماء هزلها دار، هزلها اللي تملك الكل، حتى البكار عندها بالكمبيالات. في الوضعيه هذه شنو تنجم تقول؟ كل هذا كل ما نمشي معاكم فريمون تونيزي ما نلقاش لي موادير، كل كا يزيد يحزن اكثر من كذا. هذه مراه تونسيه وحره والمراه التونسيه قدرها عالي وام عائله، ونعرفوا احنا اللي تو تحس على العائله المراه اكثر من الراجل، خاطر هي اللي تهز، هي اللي غير الموقعه تهز في البلاد تو. اللي يوجع انه واحد يقعد نعرفش يحس يديه مكتفه، خاطر البلاد مهما تكون ما تنجمش تقف حدا،
أبيل كالعادة المجتمع المدني، راه المجتمع المدني هو اللي نجم يبدل. البلدان وقفت على المجتمع المدني، ما عمرها ما وقفت على البوليتيسيان ولا المينيستير. المجتمع المدني هو اللي نجم يقبل يجي ونا، علاش ما يتلموش ليزاسوسيسيون الكل ويتلموا يعملوا في بلاصة احنا كل واحد فينا قاعد يخرج وحده، يجي نعملوا اون اسوسيسيون كوليكتيف في لي كام تاع لي نونداسيون، في لي كام تاع لي كاتاستروف هذوما اللي يصيروا، نعملوا ما نعرفش انا، نعملوا دي بيتي بروجي ليهم كيما هي توقعت لك بقرتها مش شبيه جبنا لها جليل. ومن بعد باش تعيش يا صغار قد كل اللي مدته 20 سنه كل ما يوفي، ومن بعد بيه وتغطات ورقدت وباش باش تاكلوا المم. حاولوا لا قوه الا بالله. تهو جا لا عندي خدمة، لا رجلي عندي خدمة، لا عندي خدمة من الأرض اللي صابت المطر اللي ما جينيش، ولا تقول الرجلي ما نجم الحرية مش يعني يخليني نرقد، نقول نجم الحرية مش يخليني يجيني النوم يعني من الأرض اللي صابت المطر اللي ما جينيش 20 سنة وأنا نلم 20 سنة وأنا ما لبستش، ما شبعتش بالقدا نلم نقول باش نعمل دار باش نربي ولادي حسن تربية، باش نقريهم ونوصلهم. انا ما قريتش ما وصلتش، قري ولادي اللي ما ريتوش في روحي نحب نراه ولادي، نحب نراه ولادي. اما خير توا الحمد لله ولادك لاباس، هي اما اهم الدار ولا ولادك توا؟ هذيك الحاجه اللي قاعده نعيش بها، هذيك الحاجه اللي قاعده شوف ولادك باش يعاونوك باش تعاود تبني من جديد، وتونس تعاونك، تونس عندك حق على تونس. ما يسالش نقفوا معاك الكلنا باللي نقدروا، وقول يا ربي انت، قول يا ربي نطلب ليل ونهار، نطلب يا ربي والله قبل ما تجي قلت يا ربي نوصل بالكوبرتات في الماء، قلت يا ربي يا ربي قلت ما تحنش عليا يا ربي منفخه في الماء تو الصبح نتاع الليل وانا منفخه في الماء، هاكم جيتو ريتوني، هاكم جيتو على غفله وريتو، ما قدش ما فرش ولادي، ما قدش ما تغطيهم،